اي عبيط بقى يطلع يشتم اهطل يقول لك مش عارف المخابرات ومش عارف هطل. والمصحف ده من عقاب ربنا عليه ان سايب الناس تضحك عليه. ما هو يعني مش عارف ايه غير يقول لك من مات كبير مات هابيل وضحكت الناس عليه. فانت النهارده وصلت لمرحله التخاريف. فخلونا نتكلم كوره 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 ولا شيء غير الكوره. قبل ما نخش تاني لموضوع اليوروبا ليج وانا مصمم الكابتن مختار النونو يبقى معايا. حسام حسن مهاجم نادي سموحه. قلت لكم ان وانا كنت متكلم وقتها مع كابتن ابراهيم حسن قال ان اللعيب راح قال له ان الاهلي عاوزه. قال له ما عنديش مانع يدونا بس صلاح محسن اعاره وحسين السيد لان احنا محتاجين مهاجم هتمشي يدونا مهاجم. واتكلموا مع المهندس فرج عامر وقال لك نشوف الموضوع وما يقلش حسام حسن عن 100 مليون جنيه. طبعا مصطفى فرج عامر بياع شاطر وتاجر شاطر والا ما كانش عمل الامبراطوريه فرج الله دي بسهوله. لكن النهارده تغير الميزان وتحولت الكفه الى نادي الزمالك. بنقل لكم الخبر يوم بيوم يوم بيوم. الاهلي مش عاوز فيرود في يناير وحسام حسن مش عاوز يصبر لنادي الموس. نفس الفكره بتاعت محمد عبد الغني لما ما صبرش على سيد عبد الحفيظ فوارد ان هو يروح الزمالك. ايه اللي حصل؟ يعرض نادي الزمالك صفقه اهي لسه ما جاش عليها اي سيره كاسونجو كابونجو مقابل حسام حسن ودفع مبلغ مالي. خدوا كاسونجو كابونجو وادونا حسام حسن. ليه؟ لان هو النهارده عاوز فيرود يخلص. حسام حسن لاعب منتخب مصر وجاي منتخب مصر منين؟ من سموحه. اذا عاوز فرصه ان هو يبقى بيلعب في نادي كبير. فما صدق ان الزمالك كلمه قال له انا ما عنديش اي مال. الزمالك تواصل مع حسام حسن مهاجم نادي سموحه بعد تواصل الاهلي وان الاهلي خلاص هينين المساله. لو كده يبقى في نهايه الموس والاهلي مش هيجيب كل الدنيا مهاجمين، ده بيفكر في مهاجم افريقي. قلت لكم امبارح على مهاجم منتخب زيمبابوي اللي بعد اليكي مهاجم المهاجم السويسري اللي بيلعب في سويسرا بيلعب في بارتيزان بيلعب في الفرقه اللي جاب مرنها لوزين الفرنسي لوزين السويسري طلعوا بيان امبارح وقال ان هو قاعد معانا لنهايه الموسم مش مفكر في بيعه ولو هنبيعه مش دلوقتي وعقده ممتد معانا موسم 2020. اذا حسام حسن الان دي صفقه مهمه معروض او الزمالك داخل فيه مفاوضات عارض كاسونجو كابونجو ومبلغ مالي مقابل الحصول على خدمات حسام حسن ويمارس رئيس نادي الزمالك شفاه الله وعافاه من الافتراءات والاكاذيب التي يروجها ضد خلق الله وشفاه الله وعافاه من كل داء. المهم وربنا يشفيه ويهديه. يعني الواحد هيعمل ايه بس؟ ما انت ما لا تملك انك انت تدعي عليه او تدعي له، انا في المرحله دي بدعي له. يعني صعبان عليا والله صعبان عليا. المهم خلونا في حسام حسن داخل رئيس نادي الزمالك بقوه مع فرج عامر رئيس نادي سموحه. لو خلص الصفقه دي تبقى صفقه جامده. ليه عاوز يخلص الصفقه دي؟ لان مستر بدرس كارتيرون قال لهم عمر السعيد جود باند جود لك مش عاوزه معايا. ده بيقعد يجري كانه داخل سبق. الواد مصطفى محمد ضربات قال له ايه مصطفى محمد؟ قال لكابتن ايه؟ قال له عاوزنا سجل. قال له شوف حد يلعب لي عرضيات. كابتن مصطفى عبده كنت معاه قال مصطفى محمد ده عنده ميزه وقعد يشرح في مميزاته ما كانتش غير في عالم جريشة ثم في جمال عبد الحميد في ضربات الراس. فقال ده العرضيات لو حد رجله مظبوطه ما شاء الله. قال لو انا كنت بلعب كنت ايه والواد ده بيلعب معايا كنت كل ماتش غريب خمس تجوان. طبعا المجري كانت رجليه ايه ما شاء الله مظبوطه يعني. ف عمر السعيد يبدو ان بدرس كابتيرون مش عاوزه وعاوز حسام حسن ومش عاوز كاسونجو كابونجو كمان رغم ان كاسونجو كابونجو بيتمرن مع عمرو المطراوي. ايه اللي بيقلق بدرس كابتيرون من كاسونجو كابونجو؟ قال لك بقاله فتره طويله ما بيلعبش وما عندوش حساسيه التهديد. ننتقل الى الكره العالميه مع دلوقتي على الاسماعيلي واللي عمل احنا كده خلصنا الشامبيونز ليج. الاسماعيلي دلوقتي وانا معاكم طلع بيان ناري 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 عشان ما لعبوش. يا عم ابراهيم عثمان انت عارف الموضوع ده من قبل بدايه الموسم. ليه بنيجي قبل المباراه وبنكهرب الاجواء؟ دي بلدنا وعاوزين نتكلم في اجواء رياضيه واحداث رياضيه. طلع بيان بصراحه يعني يزعل. قال لك ايه يا سيدي؟ النادي الاسماعيلي دائما ما يؤكد
دعم وتعاون لخدمة الكرة المصرية ومساهمته في نجاح مسابقاتها المختلفة وما جعله يبدي بعض المرونة في أوقات عدة، إلا أن الأمر فاق كل الحدود. يا عم ده قرار أمن يا عم إبراهيم، يا حاج إبراهيم ده قرار أمن، يا إبراهيم بيه ده قرار أمن، وأنت المفترض إنك أنت رجل دولة ومن عائلة عظيمة لا كل التقدير وكل الاحترام. النهارده ده قرار أمن ما ينفعش تطلع تتكلم فيه تقول لي فاق كل الحدود وبات منافيا لكل مبادئ العدل والمساواة وتكافؤ الفرص من جميع الأندية. دي كورة يا عم، دي كورة، ما احنا شغالين في حرب، وأنت مش ما شاء الله بتنافس على اللقب، لكن في ظروف أمنية وقرارات أمنية بتتخذ، عندك حاجة أقولها في الغرف المغلقة مش على الهوا، ما تستفزش الجمهور قبل مباراة مهمة. أهلي وإسماعيل وهو الأهلي عامل لكم صداع ليه بصراحة؟ يعني ما أنت بتلعب بقالك كام سنة ولا هو خلاص حد لعب في الزمالك وقال لكم كلموا في الموضوع واعملوا أزمة للبلد؟ أنت في ظروف العب كورة، العب كورة، مش بنتكلم كل شوية في مش عارف في ظرف أمني معروف. الأهلي ما بيروحش خط القناة، ده قرار أمني ماشي. الإسماعيلي بيلعب بره والمصري بيلعب بره، الاثنين الأهلي بيلعبوا المباراتين خارج ملعب، يعني بيلعب الإسماعيلي في اسكندرية وبيلعب الإسماعيلي برضه في المباراة اللي هيلعبها في اسكندرية، مش الإسماعيلي اللي بيلعبوا في القاهرة، والمصري نفس الفكرة بيلعبوا في اسكندرية. يبقى إيه الموضوع بقى؟ عاوزين تلعبوا الزمالك هناك روحوا العبوه، ما انتوا ولاد عم وحبايبي، مسألة ما بتعملش أزمة بينكم. فاحنا مش عاوزين نعمل أزمة وتوتر يخلينا بدل ما نتقدم خطوات نرجع كيلو متر. عارف العبارة الشهيرة اللي قالها سيادة الرئيس السادات وهو بيفاوض الراجل بتاع الاتحاد السوفيتي؟ قال له ما احناش عايزين نسبة إسرائيل كيلو مترات، لكن عايزين نبتعد عنها خطوات. ماشي؟ لما كان بيطلبوا السلاح في الفيلم الشهير، فأنت يعني ما ينفعش أنت كاتب ده وبعدين تقول لك إيه؟ وهو ما جعله يدي بعض المرونة في أوقات العدة، إلا أن الأمر فاق، اللي كاتب البيان ده بصراحة ما عندوش علاقة بالسنس. فاق كل الحدود وبات منافيا لكل مبادئ العدل والمساواة وتكافؤ الفرص من جميع الأندية التي يتم تفضيل بعضها على حساب الآخر، وهو ما يتسبب في تشجيع في تأجيج مشاعر الجميع. تأجيج إيه يا عم؟ تأجيج إيه؟ ما أنت لو هو أنت بتلعبه في القاهرة وهو بيلعبك مثلا في المريخ السوداني، ما أنت قدام تلعبه في اسكندرية ماتشين مصري وإسماعيلي بسبب من حدث الكارثة اللي راح ضحيته شباب زي الورد. امتى الامن ياخد قرار بعد ظروف الامن وحساسيه الامن ايه الموقف ودراسته ايه الموقف؟ بتدخل الاهلي في جمله مفيده، هو الاهلي طرف في الموضوع؟ الاهلي زيك زي اللي بيلتزم بقرار الامن. طب الاهلي بيلعب في اسكندريه ماتشات الدوري وكل افريقيا، قال ان المساله فقط كل الحدود وتاجيج المشاعر وبتنجان البتنجاني والايه يا عم ده؟ ده اللي كاتب ده واحد ثورجي ملوش علاقه بالرياض، ده واحد عايز يضر الاسماعيلي والاهلي في نفس الوقت. واحد بيمتلك كراهيه للاهلي، انت مدخل الاهلي في الموضوع والاهلي اللي بيقول لي عاملني في اسكندريه؟ مش ده قرار امن وظروف امنيه وحيثيات امنيه وبلاوي متلتله ومصيبه سودة وظروف زي الزفت عشان الكره المصريه بسبب حدث ما له تاثيراته السياسيه والثقافيه والدينيه والعرقيه والبتنجانيه وكل الدنيا كانت بتلعب في مصر. كل الدنيا كانت بتلعب في مصر وقتها. رجعنا للامن، نرجع واحده واحده. عندك حاجه تخش قولها في الغرف المغلقه، زي ما زق الاصدقاء في المصري اللي كانوا في الملعب اقول لهم ما تتكلموش على الهوا، خش على المحافظ، خش على مدير الامن، خش على وزير الداخليه واتكلم في غرف المغلقه. لكن هذا البيان اللي انت عامله عشان يشعل الفتنه ده مش بيان كوره ولا دي رياضه. قالوا لك ايه؟ وكتب مسؤول الاسماعيلي في الخطاب بضروره اقامه مباراه الدوري المقبله مع الاهلي على ملعب النادي الاسماعيلي. لا عارف انت لو عملت ده وقت القرعه كنت هتحترمه، لكن لما تعمله دلوقتي اقول انك مدفوع وشخشيخه، حد بيحركك، حد بيحركك، كنت تعمله وقت القرعه اقول لك تعظيم سلام، لكن بتعمله دلوقتي اقول شخشيخ، حد بيحركك، حد بيلعبك في الزمالك عشان تعمل ازمه في وقت حساس. يا عم ما ترجع الاسماعيلي بتاع زمان، هو انت عاوز ترجع الاسماعيلي للجمهور بالمشاكل والازمات والخناقات؟ ما ترجعه بالاداء الفني الراقي، بالمنافسه على البطوله. ده اللي احنا عاوزينه الاسماعيلي، مش يبقى ملطشه مع ابراهيم عثمان، نستغنى عن النجوم ويبقى بخيل في الصرف. انا اول مره اقص عليه كده، لان البيان ده مش بيان حد عاق. انت بتعمل ازمه في وقت مش محتاجين فيه ازمه. عندك يا سيدي ما تروح اعتقد حضرتك شويه وقت القرعه، ما تروح للمسؤولين وانت صغير، ما انت بتملك علاقات قويه وضخمه مع كافه رجال الدوله، لكن البيان ده
والناس ملبساه هنا لابراهيم عثمان وكانهم يستعدوا الناس على ابراهيم عثمان بهذا البيان في ظل عدم وجود سبب وجيه لنقلها لملعب اخر لا سيما انها مرات الدروش الرساله مبدا العداله والانصاف من الجميع. طب ما انت قلت لي بتلعبوا خارج الديار. طب ما النصر ما بيجيش يلعب في القاهره وكان بيلعب في السويس اللو اللي عليه مع كل انديه القاهره، يبقى مين اللي مظلوم هنا؟ المصري ولا الانديه؟ ليه والمصري هو جنب بيت وانديه القاهره تقول لك طب واحنا ليه؟ احنا ليه؟ ليه ده يحصل معانا؟ استاذ محمد الصوت بعد اذنك. طيب نرجع للكره الاوروبيه العالميه مره ثانيه والكره الاوروبيه. كان عندنا بقى مباراه مثيره جدا في الدوري الانجليزي وهي مباراه نجمنا المصري محمد صلاح، كانت مباراه ليفربول وواتفورد. فيعني دي كانت المباراه الاولى حتى في الجوله اللي فاتت اللي هو يوم السبت اللي فات. نهدي بس الاجواء شويه. لا اصل موضوع الاسماعيلي ده مداخله هتبقى معانا. موضوع الاسماعيلي ده يحرق الدم بصراحه. مش ذكاء ولا حكمه ولا حنكه من المسؤولين عن اداره الاسماعيلي ان هم يطلعوا، يعني انا ما كنتش عاوز اقوله، يعني كان عندي معلومه لقيتهم مطلعين بيان ونازل في كبرى المواقع وده ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش. بعدين كل بقول لك الاستاذ الاسماعيلي هو طلبوا لي انا مجدد الزمالك شوف دخلوا الزمالك في جمله ثانيه والمقارنه كمان في الاسبوع 17 بجانب بعض المواقع الاخرى تقام امام الفرق الجماهيريه الاخرى في الاسماعيلي. طب ماشي يا عم، هو الزمالك كان عامل ازمه مع نادي ساحلي؟ كان له 70 شهيد ولا 72 شهيد في مع نادي ساحلي جنبك؟ ده قرار امن. وكان قرار اتحاد كره وقتها بعدم اللعب في مدن القناه. استغفر الله العظيم. وشهد هذا المسؤول اسماعيل في الخطاب على ان ملعبه احتضن المنافسات على كافه الاصعده والمحافل القاريه وابرزها بطوله كاس الامم الافريقيه للكبار فضلا عن مباراه. يا عم حد قال لك حاجه على الملعب؟ احنا بنتكلم في حساسيه اجواء مباراه. مهم، خش انت في الحته بتاعتك.